قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا شك عند كل عاقل أنه عن هذه الدنيا راحل، وعلى الله قادم، وسوف ينظر أمامه فلن يجد إلا ما قدم، وعن يمينه فلن يجد إلا ما قدم، وعن شماله فلن يجد إلا ما قدم. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أيها الإخوة الكرام، هذه الدار دار ممر لا دار مقر، ومن علم ذلك علم اليقين وعين اليقين فإنه سيحسن الاستعداد لرحيله، ويهيئ منزله، ومن لم يوفق لذلك أخذ على غرة وبغتة، ولا تساعة مندم. وإذا نظر المسلم في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم رأى في هذا الجانب عجبا من الآيات المحذرة من الركون إلى الدنيا والانخداع بها، وهكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم أكثر الناس حظا في هذا الباب، وطلبة العلم كذلك، ولكن لماذا لا نرى هذا في آثارنا؟ الجواب: كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا عانت الذنوب القلوب وغشتها فإنها تكون عن الآخرة قد أعمتها ولم تعد لأخراها وألهتها دنياها. ويا عجبا لنا، نقرأ القرآن وكأننا لا نقرأه، نتقحم المحارم وكأنها ليست بشيء، ونتوثم على المآثم وكأنها ليست بشيء، ونحجم عن المغانم إما جهلا وإما غفلة وإما انخداعا وغرورا. والله جل وعلا قد خاطبنا بقوله سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال: لا تغرنكم الحياة الدنيا.
ولا يغرنكم بالله الغرور. أغرنا من الله أم أمد لنا وأمهلنا؟ أغرنا من الله أم متعنا في الحياة وعافانا فأنسانا ذلك الآخرة؟ أخلاق متضعة، أعمال نسأل الله اللطف والستر والعفو والمسامحة، تلبس بلباس أهل التقوى والله أعلم بأحوالنا، تظاهر بمظاهر أهل العلم والله أعلم بأحوالنا، تزين بأشكال طلبة العلم والله أعلم بأحوالنا، من أقبح الخصال وأكذبها التي ظهرت الآن في كثير من طلبة العلم الكذب، عياذا بالله من ذلك. أفلا يستحي هؤلاء من الله؟ أفلا يستحون من الوقوف بين يدي الله؟ إذا لم يخشوا الفضيحة في الدنيا فإن الفضيحة خلفهم في الآخرة. لي حيلة في من ينم، وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. لا يكذب المرء إلا من مهانته أو من دناءته أو من قلة أو قلة الأدب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كأننا لا نقرأ هذه الآيات. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، واللفظ الآخر وإن الكذب فجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب أو الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أفلا يستحي من ينتسب إلى العلم من الكذب؟ أفلا يستحي طلبة العلم الذين ينتسبون إلى العلم من الكذب؟ أفلا نستحي أن نتظاهر بلباس العلم ونحن على غير ذلك؟ أفلا نستحي من الله جل وعلا عالم السرائر والخفيات؟ ها أنتم اختفيتم من الناس، أين تذهبون من الله جل وعلا؟ قال الله جل وعلا عن قوم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أخلاق يترفع عنها عامة أهل الإسلام، فكيف بطلبة العلم الذين يتظاهرون بالطلب ويمارسون هذه الأخلاق المشيدة؟ أنستهم حياتهم أخراهم. الكذب حبله قصير والصدق حبله لا ينقطع ولا ينتهي. الكذب مهوات وإن ظننته منجاه، والصدق منجاه وإن ظننته مهواه. الكذاب لص، اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك، لكن يوشك أن ينكشف السارق ويظهر المسروق ويرجع إلى صاحبه، وإن لم يكشف في الدنيا ففي الآخرة يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الإخوة في الله، إن الواجب علينا جميعا أن نكون كما قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا قوما أنكر عليهم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
الواجب علينا أن نتبع القول بالعمل، فإن الأعمال دلائل صدق الأقوال، وأما الأقوال مجردة فهي دعاوى، فإذا لم يرى من صاحب الدعوى دليل قام المنادي ينادي على الملأ بكذبه. فيا معشر الأحبة، الواجب علينا أن نبتعد عن هذه الأخلاق الدنية، ولنعلم أن هذه الدنيا دنية، وأنا مهما عشنا فيها فإنا منتقلون عنها، ومهما طالت الأعمار فيها فإنا متحولون عنها. وإذا كان كذلك فلنعد الجواب للوقوف بين يدي الله جل وعلا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والقول يحتاج إلى فعل، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هذه الدار لا تبقى على شان، من رفعته خفضته، رأيت بني الدنيا إذا ما سموا بها هوت بهم الدنيا على قدر ما سموا، على قدر ما ترتفع بالكذب وبقدر ما ترتفع من البهرج الدنيوي المزخرف، على قدر ما يكون قوة الهوي والسقوط. رأيت بني الدنيا إذا ما سموا بها هوت بهم الدنيا على قدر ما سموا. هذه الدنيا حزنها سرورها يعقبه حزن، ويسرها يعقبه عسر، وربحها يعقبه خسر، وكمالها يعقبه نقص. فهل من مدكر؟ إن من ادكر أصلح حاله والتزم في دنياه بالسعي فيما يصلح أخراه. أيها الأحبة، إن العلم النافع هو الذي يورث صاحبه العمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الآية. فالهدى هو العلم النافع، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلنتق الله معشر الأحبة، ولنجمل في الطلب، ولنعلم أن الموت قريب منا، وليس بيننا وبين أن ندخل الجنة أو النار إلا أن نموت. والموت أدنى إلينا من الشراك في نعل أحدنا في رجله. قد حفت الجنة بالمكاره والنار بالذي النفوس تشتهي، مع أن كل منهما إلينا أدنى من الشراك في نعلينا، وكل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. فالموت قريب، وليس بيننا وبين الآخرة إلا أن نموت. والموفق من وفقه الله للعمل، والحازم من أصلح ما بينه وبين الله، ومن أصلح ما بينه وبين الله أظهره الله وإن استر بعمله وقذف له القبول في قلوب العباد. ومن خاتل الله ومكر مكر الله به، ومن خادع الله خدعه الله،
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فمن يمكر يمكر الله به، ومن يخدع يخدعه الله جل وعلا. فتحلوا بهذا الدين ظاهرا وباطنا، فعلينا أن نصلح ما بيننا وبين الله، يصلح الله ما بيننا وبين خلقه. وليعلم أن العبد منا مهما تظاهر بغير ما هو عليه حقيقة فضحه الله جل وعلا. أم حسب الذين كفروا أن لن يخرج الله أضغانهم؟ بلى والله، والله ليخرجنها الله جل وعلا ويكشفهم ويهتك سرائرهم. وقد فضحهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقد قال فيهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم إسرارهم أعمالهم. ولتعرفنهم في لحن القول، في الإشارة بالقول، والله يعلم أعمالهم، أعمالهم المخزية التي يبيتونها لرسوله صلى الله عليه وسلم من التآمر عليه والكيد له والمكر به. وإذ يمكر بك الذين كفروا، ليش؟ ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكروا فمكر الله بهم. فمن يمكر بالمؤمنين يمكر الله جل وعلا به، ومن يخدع المؤمنين يخدعه الله جل وعلا. فالحذر الحذر معشر الأحبة من أن نتزيى بهذه الأخلاق، وأن نركن إلى الدنيا، وأن نغفل عن يوم القيامة وعن فجأة الموت. فحينئذ فلو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ما عاد في كلام، حتى إذا أتته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يف... حتى إذا افتحوا علي، نعم، فأين الذهاب من الله إذا بغت الأجل ولم نستعد بصالح العمل؟ أين؟ أيها الإخوة، والله لا ينفع البهرج في هذه الدنيا، ولا ينفعك كثرة الناس في هذه الدنيا، ولا المال ولا الحشم ولا الخدم ولا الأنصار وكثرة النصرة من الخلق في هذه الدنيا إذا لم تكن على الخير والهدى. فإن العاقبة تكشف للناس يوم القيامة، فلنحسن ولنتق الله جل وعلا، ولا يكن علمنا حجة علينا كما ذم الله به قوما ممن كان قبلنا لم يعملوا بما آتاهم الله، فشبههم الله جل وعلا بأخس المخلوقات، وذلك في قوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يحمل الأسفار على ظهره لا يستفيد منها. واعلموا أنه ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، ولكن العلم هو الذي يتبع بالأعمال وتصدقه الأعمال، وإن قلت الرواية والكتب فما أكثر الكتب عندنا
وما أقل العمل عندنا، نسأل الله اللطف والمسامحة، وما أقل الكتب عند أهل الخير والتقى، وما أكثر العمل عندهم. فلا تغرنكم معشر الأحبة هذه الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، فاتقوا الله سبحانه وتعالى، وانظروا ما تقدمون به ونقدم به جميعا على الله سبحانه وتعالى. يوم تبلى السرائر ويكشف ما في الضمائر، يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، إن ربنا سبحانه وتعالى بعباده لخبير بصير. أيها الإخوة في الله، من كانت قلوبهم حية فهي التي تستفيد، ومن لم تكن فنعوذ بالله من هذه القلوب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالعمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وألا يهتك عنا ستره، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.